ونرحب بالأستاذ عبد الله سلمان، مرحبا بكم معنا. أهلا بك ومشاهديكم الكرام، حياكم الله. إلى أي مدى أو يعني في البحث بخلفيات الوثائق التي كشفها الحلبوسي بأن هناك جهات متنفذة تتعامل مع جهات أمريكية بملايين الدولارات، إلى أي مدى يعني أو هل تعفيه أو تعفي أي من السياسيين الذين يعني تعرضوا لمواقف مشابهة من المسؤولية عن الفساد، يعني كشف ربما هذه الوثائق بعد الإقالة؟ هذه مشكلة الفساد ومشكلة الملفات التي يحتفظ بها كل الأطراف ضد بعضهم، وهذا هو يعني ديدن العملية السياسية، الكل تحت ملفات ضد البعض الآخر، فبالتالي هذه العملية لا تغني العراقيين في شيء، وإنما يعني هو العمل مع الشركات الأمريكية ذات العلاقة بالكيان الصهيوني، هذه بأدنى مستويات ما عملته كافة الأطراف السياسية التي تهيمن على المشهد السياسي العراقي. فالتاريخ العراقي القريب قبل الاحتلال كانت المخابرات البريطانية والأمريكية والمخابرات الإيرانية تعمل بطاولة واحدة وترتيب أوضاع جميع المشهد السياسي العراقي الحالي، فكل الأطراف هي عميلة لجهات أكبر من هذه الشركات التي يسمونها شركات ضغط أو شركات مكاتب العلاقات العامة. فهذه هي جزء من العملية السياسية، كلها هي مشبوهة وخاضعة إلى الأجندة. أما الفساد وكل واحد منهم يريد أن يضغط على الآخر فلديه، وإحنا أشرنا سابقا في مرات عديدة أنه الجميع لديهم ملفات ضد الآخر، وهذا أيضا تربية مخابراتية وأمنية سابقة، أنه أنت تعطيني معلومات وتخبيها ضد صاحبك، وبالتالي هذه هي عملية إرباك وضغط على الشعب العراقي وإثارة الفوضى، ليس أكثر من هذه الأمور. هل يمكن أن يحرج ما كشفه الحلبوسي كتل التي كانت تدعي ربما الاستقلالية وتعلن العداء من فوق الطاولة لأمريكا؟ الحلبوسي تحدث عن تعاملات كما ذكرنا بملايين الدولارات. لا أبدا، هذا لا يعيق أحد ولا يحرج أحد، لأنه جميعهم يعرفون تماما أنه العلاقة الأحزاب السياسية جميعها بأطراف الموساد بالذات، يعني بعد الاحتلال مباشرة ذهبت مجموعة تدعي الآن هي المقاومة، ذهبت إلى فندق شيراتون اللي كان به ممثل الكيان الصهيوني موجود، فهددوه احنا سنبعثر قبور اليهود اللي موجودة في الحبيبية وسنؤثر على المراكز الدينية اللي موجودة في الشفل وفي مناطق الناصرية وغيرها، وإذا ما تعطونا مبالغ حتى نقوم بالحماية. فقام الوفد الصهيوني أو الممثل الصهيوني وقع اتفاق مع شخصية بارزة معروفة اليوم تدعي المقاومة، فما لا يحرج هذا، كلهم عملاء للموساد وكلهم يتراكضون على أجهزة المخابرات الأجنبية، فهذا ليس بالنسبة لهم معيب، معيب وطنيا. اليوم الوطنية بالنسبة لهم شيء لا يعنيهم، اليوم الهوية الطائفية والعشائرية هي التي تقدمت على هذا ونسيت الموقف الوطني، اليوم هم بذلك يتفاخرون فيما بينهم ولا تحرج أي طرف من عندهم أبدا ولا يخجلون. نعم. يعني ما يخجلون من هذا يعني. نعم. أمام هذه الاتهامات كيف يمكن لهذه الكتل الاستمرار بإدارة البلاد وتنميتها وهم استحقاق انتخابات مجالس المحافظات المقبلة؟ هذه لتمرير عملية الانتخابات، لتمرير عملية الانتخابات وتستمر، وحتى لو نجحت عملية الانتخابات هي لا يمكن تغيير واقع الحال بانتخابات أو بمكاشفات أو بفضح هذا وذاك، يعني لا يقدمون شيء، لأن العملية أصلا فاسدة، وهم همهم الوحيد أن يستمر هذا القلق وهذا الانشغال الشعبي بهذه الأمور حتى يتناسى مع الاستحقاقات التي يجب أن يحصل عليها من هؤلاء. هذا التسقيط السياسي المسيطر على المشهد العراقي منذ 2003 وحتى إقالة الحلبوسي، إلى أي مدى يعطي قناعة إلى بعثة الأمم المتحدة وكذلك المجتمع الدولي بضرورة إجراء التغيير الذي ينشده العراقيون؟ ما خطورة استمرار هذا التواطؤ بين المجتمع الدولي والأحزاب الحالية الحاكمة في العراق؟ والله يعني احنا المشهد يعني الدولي او المنظمات الدولية او الجهات الدولية المهيمنة على
على الملف العراقي، نعرف كم كذبت وكم تهاونت على حقوق الشعب العراقي، آلاف الشهداء، آلاف الضحايا، آلاف المغيبين، هذه كلها لا تهم المنظمات هي منظمات متآمرة. يعني اليوم العالم خصوصا بعد أحداث غزة يحتاج إلى ترتيب تسمية هذه المنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية. نعم. في العراق وفي غير مكان هذه منظمات ليس لها قيمة بقت لا في العالم لا في علم السياسة ولا في الواقع السياسي العراقي. يعني احنا اليوم محرجين كمتابعين سياسيين كيف نسمي هذه المنظمات وهذه الوثائق الدولية. هذه اليوم اصبحت يعني ورقا ليس له معنى، إضافة أن العراقيين اكتشفوا تماما بلاسخر تذهب إلى الأمم المتحدة وتكذب علنا بأن العراق يسير بخطوات جيدة، ولكن هناك كذا وكذا من انتقادات البسيطة، ولكن هي متآمرة على الشعب العراقي. فلا يعني لا أمل في المنظمات الدولية ولا يهمهم الانعكاس، هم يريدوا استمرار أن يبقى العراق فاشلا، لهذه خطتهم للعراق وكثير من الدول العربية. من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة.